احنا مبروك، قولوا لنا مبروك وعاودوا يقولوا لنا مبروك. هادي مبروك على لالا امي. السلام عليكم متتابعين ديالنا الاعزاء، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم جيناكم ان شاء الله واحد الفيديو اللي هو جديد، بغينا ان شاء الله يكون خفيف وظريف على قلوبكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا للمتتابعين ديالنا اللي كيتابعونا فهاد لاشين هادي، وكنشكركم بزاف على الكومنتات الزوينه ديالكم صراحه الله، يعني متتبعين اوفياء الله يخليكم ليا ودائما كنفتخر بكم. او شكرا بزاف والله القسم اختي اميمه، ما كنلقى بزاف الكومنتات، يعني كلشي كيحمق عليك وكلشي كيكتب لك داكشي زوين يعني كتكون عندك كيزيد حتى المورال كيكون زوين بصح الطاقه كتكون عندك غزاله في القلب ديالك. وشكرا لكم وكنحمق عليكم كما نتوما كتبغوني، حتى انا كنبغيكم وكنموت عليكم. واليوم عندي واحد روتين في دار ماما ان شاء الله اللي هو بسيط، وان شاء الله غنشاركو معكم وغنعطي واحد الكلمه لماما من بعد غترجعي معايا. يلا السلام عليكم المتتبعين ديالنا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم جيناكم بواحد الفيديو اش غنقول لكم، مبروك عواشركم، مبروك عواشركم داخل المغرب وخارج المغرب، والله يحفظكم والله يعطيكم عواشر برزق ان شاء الله، وما كيتمناو البنيتات والوليدات ان شاء الله والنجاح اصحاب الباك ان شاء الله. راه خرجوا لي نوط حتى صحاب السيزيام ان شاء الله النجاح. ربي يفرحكم في هاد العواشر كاملين وليداتي، لهلا يضيع شي واحد. واليوم راه عندي تيتيج ديالي خصك ماما دي مع صحاب استدراكية. يلا تفكر الدعوة هذه كنعطيها من قلبي والله، الدراري والبنات كاملين كنتمنى هاد الشهر كامل يفرحوا كاملين. داكشي اللي كاين صراحة الله يشوف كل شيء صراحة، يعني تحت لهم فرصة الحمد لله يا ربي. يعني استدراكية راه ماشي نقطة ديال يعني انك تحط مايو، هذا خصك تشجعي راسك يعني وتكوني تحدي نفسك انك ان شاء الله غتجيبي لا نوط ديالك مزيان. انا سهله هاد الوقيته اللي بقات لهم يستغلوها ان شاء الله، يستغلوها ويعطيو كل ما في الطاقه ديالهم وربي يسهل عليهم ان شاء الله. كاع اللي كيطمح لشي حاجه الله يوصلها ليه، الله يلحقوا ليها بخير وعلى خير. وقولوا لنا حتى حنا مبروك، قولوا لنا مبروك وعاودوا قولوا لنا مبروك. هادي مبروك على لالا اميمه، اميمه النجاح ديالها امين. صراحه كنوعدها ان شاء الله يا ربي كما فرحت باختي في دوا غنفرح بواحد الفرحه اميمه سبيسيال، عندي لها واحد الكادو كتحماق هي على واحد الكادو. انا عارفه شكون هكاك تحكي سبيسيال كنقول لها واحد الكادو كيعجبها بحال المشاهدين، وملي نجحت ليا هذيك الدنيا وما فيها كنفتخر بها، وكنقول لك الحبيبه ديالي ان شاء الله على قبل ان شاء الله الباك امين ان شاء الله. ولا شي هديه وشي شي مونسيون ان شاء الله ضروري نديرو. اليوم جينا نقول لكم مبروك عواشركم وتعاودوا بالصحه والسلامه ولا يدخل كاين شي تحضيرات متتبعين ولا والو؟ الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر المبارك ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر وكل ما كتمنوا. اليوم كما كتشوفوا اختكم تيتي شنو تجردات وحزمات وعلى يديها كفضات معكم شركات والقوم ديال العيد معكم غتحضروا. أنتم المتتبعين عندي إن شاء الله أشنو نسيتي شنو غتقدو لنا بعد هاد النهار هذا؟ النهار هذا خصنا لواحد صابلي إن شاء الله يا ربي غنديرو واحد التشكيل ديال صابلي كيطلع غزال وهو سهل واقتصادي وديال المساكن. داكشي اللي كاين يلاه ستي دابا شوفو مع المتتبعين الغاليين على قلبي، ملي كتكون تيتيش ناشطة وماشطة ومجردة ناشطة وماشطة بعدا يلاه ميمة اختي ملي المتتبعين كيكتبوا ليا كومونتيرات زوينين اشنو بغيتي انا مع الدنيا هادي والله يلا. المهم هنا عندنا جوج ديال بلاتي المتتبعين نوض باش نوري لكم مارغارين الزبدة ديال الحلويات هانتوما حطيت جوج هنايا. عندي هنا جوج كيلو ديال الطحين اتقان اتقان طبيعه الحال اتقان، انا كنعطيه الشابو زوينه تيتيش ياك لا مارك ديال اتقان لا في الطعام لا في الفرن ولا في يعني في هذا الطحين ديال الحلوه
وكاين واحد الماركه قالتها لي تحيه لاختي ملكه ام ناسيم الحلويه ديالنا الكبيره. اييه صح في واحد الماركه غير نسيتها، تحيه ليها، عندها الحلوه غزاله. لا هي بروفيسيونيل، ما كاينش اللي يجي معها في الطريق، راه حنا غير مبتدئات والله. لا هي بروفيسيونيل، هي بروفيسيونيل تبارك الله ما شاء الله عليها. الشكل اللي بغيتي كتقول لك شنو كاين شنو كاين، ومسكينه كتقولي الشكل اللي بغيتي اتصلي بيا نعطيك المقادير ونعطيك لي طاب اللي غديري. غير انا جاتني الدنيا والله يذكرها خير. عندنا هنا سنيده، شحال جيتي هنا سنيده؟ تقريبا ما كملاش زلافات سنيده. المهم انا متسبعي نشوفو الزليفات اللي عندنا، راه ما ماشي كبار نتوما. وهنا غنديرو قريصة الملحة، ماما جابت لي نص كيلو ديال الملح. انا نتي انا هنا مايزينا شحال تكون؟ جوج معالق ونص كبار، جوج بيضات، وعندي هنا خمارة وحدة، ايه واحد جوج ديال الارزا. غنشوف على حساب الخماره، غنشوف نستشر مع الحلاويه ديالنا. حتى اختي مسكينه عندها مع الحلويه مريضه مسكينه، دعيو معها بالشفاء، راها كتموت مسكينه بالروح والسخاين. والله ما نقولش لكم المتتبعين، يلا نكملوا ان شاء الله. دابا نبدا حيت جاتي الصابلي، يلا قوصين، يلا واش غندير وحده واش غندير جوج؟ يلا حيت دابا تيتيش الصابلي ما كيبغيش يجي من فوق بزاف. لا لا انا غنزعم ندير صابلي ندير كلشي زعما. يلا تيتيش تري الله هانتوما متتبعين. المهم ندير بوز، وهنايا غنضيفو هاد السنيده، زلافات سنيده، وغنحاولو ميما اختي تخدميها مزيان، نخدمها مزيان حتى تولي ليا بحال شكل الكريمه. اييه وكل واحده تتيشو الحلاوه اللي كيبغي، كاين اللي عاود ما يبغيش الحلاوه بزاف حيتاش مازال تزوق في الشكلاطو هذه، كاينش اللي غيبغي بزاف الحلاوه. فهمتوا كاين وطحين على حسب الخليط، واخا انا قلت لكم عيني عندي جوج ديال خلاص ضروري يطحين حسب الخليط، ولكن انا عاوتاني على حسب داكشي اللي خرجت لي العجينه ديالي. بصح خرج الدره عرفتي باش تخدميها. بصح غنبقاو على الطريقه ان شاء الله خدمه. يلا على باش ما نطولوش على المتتبعين، ياك شي كاينه نبقى نتعافر معاها نخدمها تطيح وتولي كريمه، ونرجع لكم المتتبعين ما تمشيو فين وخليوكم معنا ان شاء الله. هانتوما المتتبعين هادشي الشرا تخدم مشات كتخدم هاد الزبده وسنيد او سنيده، راكم عارفين كتبغي الخدمه ديال القباصه. متتبعين حرام علينا طحني كتاب، قلت لهم جيبوا الشاكي نصطو عليها الدوب. جبتي علي جبتي هاد الزبده؟ انا جبتها من الحانوت، كان داير كافر بالله في كتابي. يلاه طبقي طبقي من البيض. ماما ما تضحك، هانتوما عندك كترزقيها في الطبله انتو بالضحك. عاد قالت لي خدموا الفلفل كتبرد ليا، تبرد اي غتبرد بصح داك الخليط غايب، مازال باغي تزيد داكشي سائل غادي تطلق مزيان ان شاء الله. دابزو مع البيض والله. هانتوما انا متتبعين شوفوا مزيان. ايوا الواليده ضحكات وفش تقلبها عليا والله. هانتوما غادي خير هذا تحاولوا ضحكين ولا شطين؟ امين يا ربي. شتي باش زدتي دابا داكشي الاخر مشات كتطلق؟ غادي تطلق دابا السيف عليها والله. هذا الكيتيب عليها سخونيه فين بغيتي يا حسنه، ولا المشاهدين اللي كيعجن واحد العجنه كبيره في الصابلي وفيها الزبده وفي البرد تبغيش تطلق خصو يخدم شاليمو. بصح الشاليمو حط الزبده يدوب عادي بدا. اه صراحه في البرده تجي شي حاجه كاع واش تخدم، خصي ديرها في البوطه. هانتوما دابا راه الحراره عندنا، وبعدا خصكم ديك الزبده تحطوها في الحراره ديال المطبخ. يا كتيتي جبتي انت من عند برايا من الثلاجه وجبتي تحكي عليا. والله اختي ما عرفت ما قستهاش واقيلا الثلاجه. ها انتما انا متتبعين ندير هكا يتجانس ليا داك البيض مع الخليط. ديما تمسك ها انتما انا متتبعين. بقا دير الزيت شويه بشويه، شحال تما تجي الزيت؟ زلافه ديال الزيت
واو غادي يعطينا ان شاء الله الصابلي حيت كيزكى هو الصابلي بصح زيدي يا ماما داكشي صافي غادي ان شاء الله يعطينا الكميه حيت هو كيزكى معروف بصح هادشي ديري غير شويه كيخرج لك تبارك الله الخير الله هانتوما الفانيا تتشغل النكهه غير تنسي وصافي بصح كيعجبني كاين اللي كيدير الفانيا تتش سائل كاين اللي كيدير هذا واللي عنده سائل اختي على حساب شنو عندك بصح هانتوما المتتبعين زيدي ماما واحد القبيسه هاد الملحه هاكاك صافي زيدي لي مايزينا جوج معالق اونس صراحه ميزينه كتجي واعره كتجي في الحاله وهي غزاله كتهشش وكتعطي واحد الماكله كتجي خفيفه في الصابلي سبحان الله العظيم لا لا جا زوين تحاولوا تخدموا نشرب كلكم المشاهدين زلات شويه ديال زلاتي الفاني الفاني ها الله يرحم الوالدين انا ما تخافيش برا الطبره مقيه غسلات خلاص ماما اللي جاها لي وجاها على الضحك والله يلا يا الوالده حلي دابا في هذاك الطحين بسم الله ها نشوفوا المتتبعين تحت ولات ها نشوفوا المتتبعين شوفوا انتم لا لا كريمه الله يكرمي صافي كتزيدوا المتتبعين عاوتاني الاثر ريحه الفاني كتهضرات كتزيدوا الطحين حسب الخلطه داكشي اللي كان صافي ها انتما صراحه يعني الصابله راه ساهل كلشي عارفو يبينا نشاركو معكم هذا النهار هذا خلاص دابا تتشراها العيد جاي وهذه العيد بنادم كيبغيو يديروا شي حاجه في الدار بصح اختبروا نفسهم والله يلا داكشي اللي كاين بركه ماما عطيني دابا الخمارات اييه زيدي لها خماره وحده غير وحيده باش ما يجيش منفخ صافي وهنا درنا واحد الخماره غير حبه وحده وغادي نبداو دابا على هذا الشكل هذا على شي باكيه وشويه كيلو وربع كيلو وربع مزيانه هانتوما كي كتشوفوا ميما الخليط عندي شوفوا المتتبعين هانتوما المتتبعين كتجربوا في يديكم هانت الصبع كيمشي في عيني رطب ماشي قاصح هانتوما المتتبعين تحيدوا الشك من هذيك ها ما تحشيو يديكم تلقاو كيسيح هذاك هو الصابلي اللي كيجي زوين هانتوما غنجمع دابا هذا هانتوما تيتيش كتجمع الخليط ورا لالا نيلة كتعاوننا بالغوات ديالها غادي ان شاء الله دابا نقطعو على ثلاثة هانتوما تجيبو داك الميكا ديال الثلاجة هانتوما المتتبعين غادي نديرلو هكا تقسمي على ثلاثة نقسم على ثلاثة باش هاد العجينة ديالي ما تشربليش الهواء ما تشربليش الهواء ما عبرينش ماما بصح ماشي مشكلة ماما شغل يلا قطعت لي على عيني وصح عينك ميزانك هانتوما والصابلي تبارك الله كيعطيك بزاف تبدعي ديال الاشكال والانواع كتبقى في الزواقة نتوما تبدعو كيما قلتي في الشكل اللي بغيتو هما هو كيدار بعجينة وحدة الاغلبية كيدار بعجينة وحدة وتقسمي وديري شحال من شكل بيه دابا ان شاء الله غادي نبدا باش نطرق على هاد الزليجة العجيبة ديالي اي راه جبت شي معاها هادي فيها واحد ليطاش هنا هاد لعيبة ميمة اي بصح وهانتوما كما كتشوفوا معنا المتتبعين ديالنا الصابلي ديالنا هو هذا على الطريقة هادي علاش كنديروه هانتوما المتتبعين باش ما تفليش معاه
وكيجي رقيق. هانتوما هانتوما كتحسي بيه رقيق، يعني الخدمه ديالو كتجي واعره. انا لالا نيلة حتى هي مشاركه معنا الفيديو، كتحسي بيه رقيق وكيجيك في الخدمه زوين. هانتوما دابا تشوفوا دابا الخدمه ما تترققي ما تتغلي ياك ميه. لا لا ميه، ما خصوش يجي رقيق بزاف وما خصوش يجي غامض بزاف. ها هانتوما حسيتي بشي جهه كتبقاي تبسطي كبير متعاودي داكشي اللي كاين. هانتوما المتتبعين نتمنى ان شاء الله يعني تفهموا هاد الحصه الحلويات تيتيش. المهم داكشي اللي كاين تيتيش ولاطات بعدا اللي قدت تيتيش. ها هما دول المتتبعين، ها لاطات قدت المربع وقدت هذاك الشكل الاخر بحال عوينه ومربع. وهنايا هادو كلهم مربعات، هادو كلهم مربعات. خصني دابا ملي نسخو الفران اها ندخل نيت باش نطيب، يعني طياب واحد بصح ما تبقينش عاد. هادي كاينه عندك تيتيش، تكوني كملتي كلشي وطيبي كلشي. كملتي كلشي، هنا دايره شويه طحين باش بقات ما تلصقهاش. بعد المرات كتلصق لنا هاد اييه بصح داكشي اللي كاين هاد الطحين. نتمنى ما تتبقاش وغادي نمشيو على هاد الشكل ان شاء الله. هاكاك انا داكشي بغيت نقول لك تكروازي باش يعني قول سباس بصح وما يشيطلهاش بزاف. هذاك الشيء اللي كاين ما نضيعش بزاف ديال العجين. العجين العجيب هو هذا. الله الوالده حصلنا كماما في السخونيه مع الفران ياك غير سمحي لينا والله. ها انتم المتتبعين الصابلي ديالنا ها انتم عاد راه لاطات ديالنا مكفونه. جبنا غير ديال خالتي في الطون مسكينه والشكل الاخر هو كيطيب. حنا عندنا غير ديال الفران العادي. ها انتم المتتبعين هذا هو الطياب ديالو الاصلي ياك ماما. كيجي غير مذهب غير مذهب وغير ما تخطفولوش الطياب. المهم خليكم معنا ان شاء الله تنكملوا تنكملوا ان شاء الله النهايه ماما ونقول للمتتبعين شنو كاين. المتتبعين ديالنا الحلقه ديال العجينه سالات والله والطياب حتى هي سالات. دابا جينا ان شاء الله نفينيو يعني الديكوراسيون ديالو التاليه. المهم اختي حنا كنديرو ناباج كنلصقو به ان شاء الله تيتيش. واش كنتي كتهضر مع المتتبعين؟ اسمحوا لنا راه الشتاء بعدا جلات لينا في الدار كنلصق غير ماشي مشكله تيتيش. لا اختي ما لقيت نعيط نقلي ما كيبقاوش معايا. كندير شويه ديال الناباج ها انتما كنشد يعني الشكلاط اللي ديجا درناه ذوبناه الشكلاط. كتخلي جوج الجوانب هذوك الليمون كنحاول نكحزو لهنايا للجنب. كنخلي هاد الجنب وهاد الجنب بشو شويه باينين هانتوما الناباج باش كنعطيهم لختي فدوا كتساعدني. هانتوما هانتوما راه مريضه مسكينه واخا هكا كنوضنا قلنا لها والو تعاونينا. هانتوما وعندنا واحد شويه بقات العجينه ايه درنا كويرات هكا صغيرين هاد لي بول هادو. او كاين المتتبعين بعدا ان شاء الله تشوفوا واحد الشكل غنديرهم بهاد لي بول غيطلعوا كيحمقوا بصح والله قسم كيجيو في المذاق زوينين زوينين هما صابلين وكيجي زوين في نفس الوقت. كاين شكل اخر كاين واحد الشكل اخر كاين هذا الابيض هو اللي غادي ندير ان شاء الله. دابا ها هو هذا كيجي مع هادي مع التحتانية كيجي مع هادي. هانت اللي بغا عنده الوقت كيعمر هاد القليبات بالكحل يدير لهم ولا داك السقلي ولا داك الناباج ويزوقها بالسقلي. المهم على حسب يشد غير السرنج وتلعب بها كتجي كتحمق بصح. المهم صابلين غير زواق والله الا غير زواق ما زوقتي تبيعي داكشي اللي واحد راه غير يعني الفينيسيون فاش بصح غير الديزاين ديالو كيفاش هذا مخدوم باللوز هذا مخدوم بالكاوكاو هذا كل واحد واش مخدوم داكشي اللي كاين. درنا شي كاوكاو محمر ومطحون وزوقنا به. هانتو كتشوفي كي كدير اختي في دواء ان شاء الله يعني ضربات الجنيبات هادو بكاوكاو كيجي كيحمق الوسط ديالو كيجي بحال شي شكل ديال اللوز فهمتي كيفاش صابلي.
هانتي كيجي زوين الصراحه الوجه ديالو كيتغطى كيجي واعر مازال غادي ديكور هذه حلوه المساكن والله الا ينو طال لا يرونو على راسهم يديروا حليتهم في الدار داكشي اللي كان راه تجيش بالزربه وكتجي ساهله داكشي اللي كاين كي جاتك الحلوه دابا لا زوينه تبارك الله عليكم لا لا والله الا جات 10 لا 10 اللي كان عطيه بلاتي باش يزعموا باش يديروا المرعوب ديالهم هاك انا دابا راه كنستوش مع فد واحد هي اللي كتزوق ما يسمحوا لنا المتتبعين راه هذيك الشيته باش كنخدم مع سفين رجعت هي هانتوما تصابلي جا رقيق بصح يعني راه تاكلي الشكلاط وتاكلي الصابلي هاد البيض هذا كيبان فيه كيبان فيه كلشي ما نحاول ما نكرفصوش بصح خاصو يتخدم غير حساس بصح ما تقصيش من بعد ما نشوفو من المتتبعين راه زبلاتهم النومية من حمراتهم شي مشكل بحال هادو بحال هادو باش معليش اتيتيش هو طيابو لي صعيب خصك يتقابل وتبقاي حاضية معاه بصح ايوا غنمشيو على هاد الطريقة ان شاء الله حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الحلوة اللي كتجي زوينة يعني وعو اقتصادية داكشي اللي كاين اتيتيش نتمنى المتتبعين يعجبهم هاد المتتبعين ديالنا بعد ما يعني سالينا هاد البلاطو هذا هانتوما المتتبعين كامل لتحت هانت راه ميكا اللي درت على حساب الشوكولاط أيه. ما يسقليش راكم عارفين الحراره عندك ريان ريان دي المتتبعين جيم جيم يا منى نقول لهم جيم يا منى القطو ديال ماما جيم دير لهم جيم دير لهم جيم ربي يحفظهم باين هذا الصابلي ديالنا اللي خرج منه بزاف ديال الشكيلات المهم المهم ولدي كيقلدني المهم هذا هو الشكيلات اختي اللي خرجنا مع الصابلي شوفي كي دايرين لا لا جاو زوين هذا اللي درنا له الكوك وشويه ديال الكونفيتير داك الجاري ديال الحلويات وصراي انا ودي رصا وهنايا هذا اللي زوقناه بكاوكاو وهنايا هذا اللي درناه سامبل هذا بالكحل وهذا بالبيض المهم أيه. هذا هو البلاطو ديالنا نتمنى ان شاء الله يعجبكم وباقي الصابلي راه ما درتيش كامل اي راه باقي كثير بصح هانت هكا راين ها هكا هذه راه مهرسه شوفي سيتيش باقي خلاص باقي الشكلاط وباقي ليا من هذا اي لا لا تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحه وخلاص ان شاء الله يعجبكم هادشي هذا وتعملوا ان شاء الله بلي جيم وبلي لايك ديالكم السلام عليكم الوالده قولي السلام عليكم يلا متتبعين باي باي